نرحب بضيوفنا الكرام، وعلى رأسهم طلبة جامعة سيدي حسن مع الشيخ مراد موشيف على الزاوية. ونرحب بجميع الضيوف إجمالا وتفصيلا، جار ومجرور، مضاف مضافه، كل باسمه وجميل واسمه. فنرحب بالجميع ونقول لهم: طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم للجنة منزلة. جئتم لتشاركوننا هذه الجلسة وهذا الحفل لذكرى ميلاد التاج الأغر سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بشرى للوجود، والذي أكرم الملا سبحانه وتعالى العالم كله بميلاده. وجد الناس في ظلمات فأخرجهم إلى النور وهداهم للصراط المستقيم، فهو رحمة للعالمين. فنقول لكم: حللتم أهلا ونزلتم سهلا، فمرحبا بكم، مرحبا مرحبا. برنامج الليلة إن شاء الله يكون كتل. أولا صرت لمولد البرزاجي، وهو عبارة عن اختصار السيرة النبوية في أسلوب بديع مسجل. ثانيا قراءة تخميس أو قراءة الحروف المتبقية، وهي 6 أحرف من تخميس قصائد وترية. ثم بعد ذلك في قراءة البردة وكذلك بعض الأدعية، ونختم بدعاء الشرع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أبتدئ الإملاء باسم الذات العالية، مستدرا في البركات على ما أنا له وأولاه، وأثني بحمد موارده سائغة هانية، ممتطيا من شكر الجميل مطاياه، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية، المنتقل في القرى الكريمة والجباه، وأستمنح الله تعالى رضوان يخص العطرة الطاهرة النبوية، ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستجيه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية، وحفظا من غواية في خطاط الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عقارية، ناظما من النسب الشريف عقد تحلى المسامع بحلاه، وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول: هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب
واسمه جيبة الحمد حمدت خصاله السامية. ابن هاشم اسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي انت من ارتقاء لعلياه. ابن قطصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه. ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهم اسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية. وما فوقه كناي كما جنح إليه الكثير وارتضاه. ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مذكة بن إلياس وهو أول من أهدى المدن إلى الرحاب الحرمية. وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه. ابن مضار بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة النبوية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه. فأعظم به من أخذ تعلقت كواكبه الدرية وكفلا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى الطير. اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وسليم. اللهم صل وسلم نسب تحسب العلا بحلاه قلدتا نجومها الجوزاء حبذا عقد سجد وفخار انت في اليتيمة العصماء. وقم بنار عند ولادته فوارق وغرائب غيبية إرهاص لنبوته وإعلام بأنه مختار الله ومجتباه. فزيدت السماء حفظا ورد عن المادة وذو النفوس الشيطانية ورجمت رجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه. وتدلت لي صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم ومباه. وخرج ماه صلى الله عليه وسلم نور أضاء قصور الشام القيصرية فرأى من ببطائنك تداره ومناه. وانصدع الإيوان بالمدائن القصاوية الذي رفع نشوان سبكه وسواه. وسقط عشرة من شرفاته القوية وكسر ملك قصر هول ما أصابه وعراه. وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع الدر المنين وإشراق محياه. وغاضت بحيرة ساوة وكانت بين همدان وقم البلاد العجمية. وجفت إذ كفواكب موجها الثجاج ينابيعها تلك المياه. وفاض وادي السماوات وهم فازة في فلا في فلات وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للظمآن لها. وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعظم شجره ولا يختلى خلاه. واختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم وفي شهرها وفي يومها على أقوال من العلماء مروية. والراجح أنه قبيل في يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله عن الحرم وحماه.
أخبر اللهم الكريم بعرض سبيل من صلاة المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأرضعت صدق بين نسوة في علية وملكان على رأس شريف صلى الله عليه وسلم من ضحر الشمس قد أضلاه. وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قاله الراهب أودعه الذي من وصية وضاعف الله تعالى في ربح تلك التجارة والماء. فبان لخديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم البرية الذي خصه الله تعالى بقربه واصطفاه. فخطبت صلى الله عليه وسلم لنفسها لتشم من الإيمان به صلى الله عليه وسلم طيب رياء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أعمامه بما دعت لهذه البرة النقية فرغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهواه. وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله تعالى بمحامد سنية وقال هو والله له نبأ عظيم بعد يحمد فيه سراه. فزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها وقيل عمها وقيل أخوها لسابق سعادته الأزلية. وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل اسمه. عطل اللهم قبره الكريم بالعرض الشريف من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم فله الجنة ورئيس فاخر للحبيب برازه سبع وابدر وحشب وحشب وما زال حتى باشع العرش باللمس صلاتك ربي وسلام على النبي صلاة الناس لما يزيد بها امسك دار فلان تدام مع الإمام ومن جعل الجراج لوحي سلما وكان له جبريل صاحب عندما سرى وسمى يبغي سقوف الى السماء فسر بما لقاه في حضرات القدس صلاتك ربي والسلام على النبي صلاه وتسليما يزيد بها امسي له شهيدا أنا يبشرها بالسر والقصد والمنى فنعه المقصود من خلق ربنا سليم خليل قائم إن ذلك عدنا وجاء النداء من نار الإنس بالأنس صلاتك ربي والسلام على النبي صلاة وتسليما يزيد بها أمس لقد رضي الرحمن عند رضا سعادتنا أن ردت بالبشر وفيها وفي عدم خمسنا صلاة إلى الخمس صلاتك ربي والسلام على النبي صلاة وتسليما من يزيد بها أمس سمسلم أجر مختار لكل مقصود إلى جهر أخرى تروح وترتدي ولن يلتفت يوما إلى
فضائل أحمد فوالظالمات صالح ولا تنسي صلاتك ربي والسلام على النبي صلاة وتسليما يزيد بها نفسي فمن نفسي وحفاظ والرمل في الفتاة وكل بحال السلام مع الكلام سيرة المنير شاهد والمصور